اعتقاد الدوري خلاص اتقسم لبطل دوري ان شاء الله النادي الاهلي، الصراع على التمثيل الافريقي على مستوى الكونفدراليه والتشامبيونز ليج الافريقي المركز الثاني والكونفدراليه، ده صراع لوحده، وطبعا شريحه كبيره جدا من فرق الدوري صراع البقاء في الدوري. البقاء فيه طبعا الـ يعني المنافسه حسمت يعني بصوره بشكل اللي احنا بنتكلم فيه، لانه يعني ما فيش جديد فيها. النادي الاهلي عشان يعلن رسميا تتويجه للبطل المسابقه العام الخامس على التوالي محتاج الفوز في 5 أو 6 مباريات متتاليه يعني يعلن فيها رسميا يعني اتحاد الكره خلاص حسم اللقب. لكن هو على في اللي احنا في من خلال حساب النقاط هناك فارق كبير بين الاهلي ومن يليه في الترتيب. طب النقطه اللي حضرتك بتقولها، الاهلي بيسعى لكده ان هو خلال المشوار اللي جاي انه خلاص بقى يحسم الدوري عشان يفوق يعني للمعارك بقى الكبرى، المعارك الافريقيه. المفروض ده يكون في حسابات يعني ريني فايلر انه رقم واحد بالنسبه له انه يحسم المسابقه في خلال 5 مباريات على الاقل الجايين ان شاء الله، حتى يدي نفسه فرصه انه هو يستعين بمجموعه من الناشئين والذين يحالفهم الحظ في المشاركه مع الفريق في المباريات عشان يشوفهم. ما هو طب انت هتحكم ازاي؟ الاهلي لازم يخرج، لازم يبقى التركيز الاساسي في الماتشات اللي جايه على جمع النقاط، يعني بغض النظر عن الحديث عن مساله الاداء. لازم الاداء يبقى الاداء قوي يستحق عليه الفريق الفوز ببذل الجهد ومعالجه السلبيات والبحث عن الافضل والتجويد وتنفيذ جمل، لكن الفرصه مواتيه انك انت تحسم مبكرا وبعد كده تريح وبعد كده تفكر في اللقب الاهم بالنسبه لك اللي هو دوري ابطال افريقيا، والمباراه المهمه جدا والصعبه جدا مع فريق الوداد، بس مش مستحيل على فكره. فاعتقد انه الرهان الاساسي والشغل الكبير جدا، ويمكن الاجتماع اللي عمله فايلر مش اجتماع النهارده، كان اجتماع قبل كده لما سئل عن الدفع بالناشئين وقال الوقت غير مناسب دلوقتي لانه صحيح. في احتدام المسابقه المساله مش محتاجه ان انا تضحي بناش، لكن هو رغم ان هو ادى في الماتش اللي فات وبدا يفكر الكلام ده، انا شايف انه دي خطوه مهمه جدا وبتدي امل لناشئين الاهلي انه لا هيبقى في تفكير في المرحله الجايه. جه الوقت انه لازم يبقى في تفكير في المرحله الجايه. جه وقت انه لازم يبقى في تفكير في المرحله الجايه، وجه وقت انه الاهلي لازم يبدا يعتمد على اللي جاي من تحت. واعتقد ده افضل وقت، لان انت زي ما قلت ان شاء الله باذن الله بطوله الدوري محسومه، فعندك فرصه وعندك مساحه انك تدي. ويمكن من اول امبارح قلنا برضو خبر في البيت الكبير ان في حارس كمان اسمه حمزه ده حارس مواليد 2001 بدا يتمرن مع الفريق الاول، ده برضو حافز للواد العربي بدري، اشترك في اخر 5 دقائق المباراه اللي فاتت. فانت عندك فرصه فعلا من ده بانك تطلع بعض اللعيبه وتقف على مستوياتها ان شاء الله تكون في المستقبل طبعا موجودين لازم في النادي الاهلي، لازم بقى موجودين. وكمان تفكر في موضوع الاعارات، انك عندك لعيبه معاره مهمه جدا. يعني انا يعني شايف انه في يعني سؤال مش عارف محيرني وانا بقعد افكر فيه، يعني واحد احمد ياسر ريان من اللعيبه واللي عمل وشغل مميز جدا مع المنتخب الاولمبي في تصفيات المؤهله لاولمبياد طوكيو، وقدم يعني كان حاضر في لقاءات صعبه جدا، يمكن اهداف صعبه جدا. نفسي اعرف ليه حتى الان احمد ياسر الان مش داخل دائره الاهتمام، يعني ليه ما يتجابش ويرجع تاني ويتشاف وياخد فرصه، ليه ما يتمش دعمه زي اي لاعب يتم دعمه؟ يعني اذا كان يعني جماعه جوزيه خد فتره بيدعم فلافيو لمده سنه لغايه ما رجع، لغايه ما استعاد ذاكره التهديف، رغم انه فلافيو ده كان مرعب في انجولا وهداف الدوله الانجولي 4 أعوام متتاليه من 35 ل 32 ل 28 ل 17 ل 18 ل 11 ل 9، يعني بص 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 من القمه للقمه للقمه للقمه. لما جه فلافيو اتعرض على الاهلي بعد مباراه بعد افريقيا 2001 فاز بيها الاهلي وطردها بعد 14 سنه، جبنا فيلينو، ما فكرناش في فلافيو، كان سعره عالي جدا وقتها 2.5 مليون، ورغم برضه فيلينو جه 1.8 مليون ودخل من ضمن الصفقه جيلبرتو. شوف فيلينو بعد كده اكتشف مرض عنده يعني وتم استبعاده ماشي بعد فتره وتألق. من رايك عوده يعني اللعيبه المميزه المعارين ممكن يكون ليهم فرصه الفتره اللي جايه؟ لا في لعيبه اثبتت نفسها، بس في رؤيه فنيه يعني خلينا برضه